راني فارسيان جيك حسام دوم برا تربع برا المقابلات الاولين كاع صعاب وكاع فيه نقايش فيه، ولكن على العموم الشوط الثاني كان احسن من الشوط الاول. هذا الشيء كنت قلته في الاجتماع اللي كان معايا مع اللاعبين، قلت لهم يا لو كان ما نقدروش نربحوا لازم ما نخسروش. يعني اليوم شفنا مباراه يعني نظيفه، مباراه كره قدم، ولكن احنا الفريق تاع الاربعه ما نسوش اليوم ناقصين حوالي 7 لاعبين. هذا واش قدروا يمدوا، نعطيهم الصحه، يعني نتيجه احنا ترضينا. اول لقاء كان شويه صعيب مع فريق، يعني الله يبارك فريق الاربعه، يعني فريق منظم وعنده فريق، يعني الناس دير له حساب. الحمد لله هنا رطربي كما نقولوا الهزيمه هذيك اللي كنا كانت الناس قاعد توقع فيها، الحمد لله. فري كانت مباراه واعره، سيتي البريمي ماتش تاع شامبيون ابري 11 موا داري، حسينا روحتينا تقال، مي الحمد لله. اون دوزيام ايتون اون افي اون بون رياكسيون جو بونس، وين غاليزينا اون بليس عطينا دي بوت، الحمد لله. حنا اوريتي على دوزيام ايتون.